أنا وليدي كان عايش معايا في الدار، لاباس عليه مع خوتو مع مومو عند مع جداته وجداه، لاباس عليه. ما يخدمش الحاجة الكبيرة باش نعاقبوه ولا نضربوه كيما جميع ذراري. ونهار الجمعة في الليل سقسى بابا، قال له بابا ديربي وين يلعب؟ قال له ما على باليش، كان عادي كيما ساير الأيام. نهار السبت نهار الصباح يقرا ليتيد أونجلي، لبس حوايجو وذكر طابو وقال هاني رايح نقرا، شرب الحليب وراح نقرا. قال جداه، في جداه الاخرى اللي هضرت معاه، قال جدا نروح نقرا ومن ثم نجي لعند عمي للحانوت، يقعد عند عمو في الحانوت. بدر وليدي اللي راك تشوف فيا روح راني فاتني، يا بدر مانيش نرقد نس بلاصه غير قد قدامي بيت نقطي فيه، يا بدر حناني يا رواح. بدر الدين هو الكبير تاع خاوتو عزيز كيما كامل اللي عندها ام تحس وعندها وليداتها وعزيز عليهم، ولادها معزز عليهم. انا بليدي راه خلى لي فراغ كبير بزاف، ان شاء الله يا ربي وليدي يجيني سالم غانم في اقرب وقت ان شاء الله. يا بدر بلاصتك خليتني نرقد وحدي مولفة تساميني يا بدر يا وليدي، وانا يا بدر يا وليدي يا روح لينا ما تخافش ما يضربوكش غير مولفة ترقد في حضني، يجي يقيزقوا عليك نصقي عليهم يا بدر حنان يا روح وعلا ما تخافش حتى من حاجة، أرواح بارك يا بدر يا وليدي. يتوقع كانوا يهضروا صغار دراري صغار، وهذاك قال لك بلي رايح يشوف الماتش، قال لهم راني رايح نشوف الماتش تاع المولودية، هو يسيبورتي المولودية. وبدر الدين كان وليدي، ومن بعد ولا وليدي عم السام، بصح دوك راه وليد الدزاير كاع. إن شاء الله اللي طاح في يدو بدر الدين إن شاء الله يجيبولي إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يجازيه الجنة إن شاء الله. مانيش نرقد، نرقد 10 دقائق نوض نفطن، نرقد 5 دقائق نفطن ما كاش. نقول لهم الجزائريين يرحم والديكم ويشد لكم في صحاحكم في وليداتكم، هذا راه وليدكم اللي راه عنده ولا شافه ولا يخبرنا في اقرب وقت، رانا محروقين محروقين، رانا من نهار السبت لا ماكله لا شرب، الماء ما يعقبنيش. كان يوم السبت والساعة تشير فيه إلى 8 صباحا إلا ربع، حمل بدر الدين محفظته ولبس قبعته وخرج من المنزل مودعا والدته. كان من المفروض أن يلتحق بدر الدين بمعهد اللغات بعين بسام أين يزاول دروسه الخصوصية، لكن لم يكن المعهد وجهة الطفل المقصودة، ويحتمل أن يكون قد ذهب إلى محطة المسافرين أين ينتظر الحافلة التي تقله إلى العاصمة، فلقد كان مهوسا بمتابعة فعاليات كأس الجمهورية، فهو من عشاق المولودية. إن شاء الله سكان عين بسام كامل راهم معايا، راهم يحوسوا عليه، الشرطة الدار كوكور راهم يحوسوا عليه هنا في عين بسام. إن شاء الله مازال مازال مازالنا شونس في تاع النواحي تاع العاصمة تاع 5 جويلية وتاع باب الواد، خاصة من الأنصار المولودية. ظاهرة اختفاء الأطفال الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري هي كابوس أصبح ينغص حياة الأولياء ويجعل أبنائهم يعيشون الرعب يوميا، ظاهرة أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم. عندما نتكلم على الاختطاف نتكلم على عملية إجرامية بكل أنواعها قبل ما نتكلم على الإنسان الذي هرب أو اختطف، لأن الاختطاف بحد ذاته فيه 3 أشياء، هو انعدام تقدير الذات نتكلم عليه موصله، ثم الإحباط الفلسترسون المتكررة، ثم المعاناة في الطفولة، وبالتالي هذه الثلاثة اللي راح تعطينا الباساجالات هو المرور إلى الفعل. لكن وشي همنا ليس سيكولوجية المجرم لكن سيكولوجية الطفل الذي يريد الاختفاء داخل الأسرة، لأن كان فيه رغبة، إذا كان فيه رغبة هنا في حالة سيكولوجية خاصة، وإذا كان أرغم على الهروب من البيت فهنا كان سيكولوجية ثنائية. والله جمعيتنا ترفض بشدة وبقوة الموضوع هذا اللي هو الخطير العميق اللي دخل المجتمع تاعنا، اللي هو المساس بحياة الأطفال تاعنا، وخاصة الموضوع هذا رانا نعرفه كنا بأنه موضوع دخيل على المجتمع الإسلامي، يعني أي واحد فينا مش راح يرفض أن نلحق أننا نمس ونهدد حياة الأطفال. إن هذه الظاهرة هذه ما نجمش مش راح نتغاضى عليها ولا راح ننكرها، هي موجودة ولو بنسبة قليلة. احنا في نظرنا كي تكون غير تمس طفل واحد راهي مست الأمة، لازم ما نتغاضاش عليها ولازم نكافحها بكل قوة ولازم كنا نتحد. الجانب التوعوي المجتمع تاعنا واعي وعلى باله بالخطورة هذه، والأمهات والآباء كلهم على بالهم بهذه، بصح المشكلة هنا ما يبقى
ما يبقاش العلاج تاعو في الاولياء، الاولياء ماش راح يقعدوا وراء الاولاد تاعهم في كل خطوه يتبعوا، راح يحرموا من اللعب ولا من الخروج، ماش راح نبقى نهدد امن الطفل والاستقرار الداخلي للطفل. لكن واش نقول، ولو ان واجبنا ان نتحد مع الامن لمكافحه هذه الظاهره والفك من هذه الشبكه، الامن تزيد من القوه تاعها وتزيد من العمل تاعها هذا باش تفكنا هذه الشبكه اللي راهي تهدد اليوم حياه الاطفال، غدوه ما نديريش من حياتنا راح نزيدو نمسو. فرانسواز دوتو كبيره مختصه في علم النفس الطفل تتكلم لك، يقول لك بور كومبروند ان انفون بور كومبروند ادوليسون الفو تر انفون ادوليسون، باش تفهم الطفل والمراهق لازم تكون طفل ومراهق. حبت تعطينا ثلاث اشياء. الشيء الاول هو عن طريق الاتصال، والاتصال التفاعلي اتراكتيف، والاتصال اللي فيه تفاعل فيه اخذ ورد، ماشي الاتصال من بناء التعليم ستادوش تو دون لوردر. اثنين عمليه الاصغاء وليس الاستماع، الاصغاء سي ليكوت ستادير ايكوتي، انك تركز بالعين والاورونتاسيون تاع العين وعامل الاحترام. والثلاثه الحريه، هذه ثلاث اشياء اللي تخلي عمل التواصل تكون ديناميكيه بيداغوجيه. اطفال في عمر الظهور يختطفون، واولياء يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بالقصاص. ومن جهته المشرع الجزائري يرفع من العقوبة على مرتكب جريمة الاختطاف. أولا فيما يتعلق بظاهرة الاختطاف وظاهرة اختطاف القصر بصفة خاصة، أولا المشرع الجزائري فيما يتعلق بالاختطاف أورد في المادة 291 293 293 مكرر العقاب على هذه الجريمة، ووصل بها إلى حد المؤبد. المشرع الجزائري شدد على هذه العقوبة لكونها تفاشت كثيرا في المجتمع، وأورد لها قانون خاص هو القانون 1401، وأحال به إلى المادة 263 من قانون العقوبات الذي يبين اختطاف الأشخاص من أجل تعذيبهم، هذه إذا في حالة التعذيب، أو المادة 293 من قانون العقوبات التي تجعل العقوبة أو تصل العقوبة فيها إلى المؤبد في حالة التعذيب أو في حالة طلب الفدية. الطفل أنيس، عماد الدين، الطفلة شيماء، سندس، والقائمة طويلة، كلهم ضحايا مسلسل الاختطاف، الذي نتمنى وندعو الله بقلوب مؤمنة أن لا يكون بدر الدين ضمن حلقاته. بليدي راه خلى لي فراغ كبير بزاف، ان شاء الله يا ربي وليدي يجيني سالم غانم في اقرب وقت. يا بدر بلاصتك خليتني نرقد وحدي مول في التسامين يا بدر يا وليدي، وانا يا بدر يا وليدي روح لينا ما تخافش ما يضربوكش غير مول فات ترقد في حضني، يجي يقيزقوا عليك نصقي عليهم يا بدر حناني روحوا على ما تخافش حتى من حاجة، أرواح برك يا بدر يا وليدي. يتوقع كانوا يهضروا صغار دراري صغار، وهذاك قال لك بلي رايح يشوف الماتش، قال لهم ماني راح نشوف الماتش تاع المولودية، هو يسيبورتي المولودية. وبدر الدين كان وليدي ومن بعد ولا وليدي عم السام، صح تكره وليد الجزائر كاع، ان شاء الله اللي طاح في يدو بدر الدين ان شاء الله يجيبوا لي ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يجازيه الجنة ان شاء الله. مانيش نرقد، نرقد 10 دقائق نوض نفطن، نرقد 5 دقائق نفطن ما مكاش. نقول لهم الجزائريين يرحم والديكم ويشد لكم في صحاحكم في وليداتكم، هذا راه وليدكم اللي راه عنده ولا شافه ولا يخبرنا في اقرب وقت، رانا محروقين محروقين، رانا من نهار السبت لا ماكله لا شرب الماء ما يعقبنيش. كان يوم السبت والساعة تشير فيه إلى 8 صباحا إلا ربع، حمل بدر الدين محفظته ولبس قبعته وخرج من المنزل مودعا والدته. كان من المفروض أن يلتحق بدر الدين بمعهد اللغات بعين بسام أين يزاول دروسه الخصوصية، لكن لم يكن المعهد وجهة الطفل المقصودة، ويحتمل أن يكون قد ذهب إلى محطة المسافرين أين ينتظر الحافلة التي تقله إلى العاصمة.
فلقد كان مهوسا بمتابعة فعاليات كأس الجمهورية، فهو من عشاق المولودية. إن شاء الله سكان عين بسام كامل راهم معايا، راهم يحوسوا عليه الشرطة الدارك وكل راهم يحوسوا عليه هنا في عين بسام. إن شاء الله مازال مازال مازالنا شانس في تاع النواحي تاع العاصمة تاع 5 جويلية وتاع باب الواد، خاصة من الأنصار المولودية. ظاهرة اختفاء الأطفال الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري هي كابوس أصبح ينغص حياة الأولياء ويجعل أبنائهم يعيشون الرعب يوميا، ظاهرة أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم. عندما نتكلم على الاختطاف نتكلم على عملية إجرامية بكل أنواعها، قبل ما نتكلم على الإنسان الذي هرب أو اختطف، لأن الاختطاف بحد ذاته فيه 3 أشياء، هو انعدام تقدير الذات نتكلم عليه مصلو، ثم الإحباط الفلسترسو المتكررة، ثم المعاناة في الطفولة، وبالتالي هذه الثلاثة اللي راح تعطينا الباساج لاكت، والباساج لاكت هو المرور إلى الفعل. لكن واش يهمنا ليس سيكولوجية المجرم لكن سيكولوجية الطفل الذي يريد الاختفاء داخل الأسرة، لأن كاين فيه رغبة. إذا كان فيه رغبة هنا في حالة سيكولوجية خاصة، وإذا كان أرغم على الهروب من البيت فهنا كان سيكولوجية. أنا وليدي كان عايش معايا في الدار لاباس عليه، مع خوته مع مومو عند مع جداته وجده لاباس عليه، ما يخدمش الحاجة الكبيرة باش نعاقبوه ولا نضربوه كيما جميع ذراري. ونهار الجمعة في الليل سقسى بابا، قال له بابا ديربي وين يلعب؟ قال له ما على باليش، كان عادي كيما ساير الأيام. نهار السبت نهار الصباح يقرا ليتيد أونجلي، لبس حوايجو وذكر طابو وقال هني رايح نقرا، شرب الحليب وراح نقرا. قال جده الاخرى اللي هضرت معاه، قال جده نروح نقرا ومن ثم نجي عند عمي للحانوت، يقعد عند عمو في الحانوت. بدرو وليدي اللي راك تشوف فيا روح راني قاعده، يا بدرو مانيش نرقد نمس بلاصتك غير قد قدامي بات نقطي فيه، يا بدرو حناني يا رواح. بدر الدين هو الكبير تاع خاوته عزيز كيما كامل اللي عندها أم وتحس عندها وليداتها وعزيز عليهم ولادهم وعزيز عليهم. واش تفهم الطفل والمراهق لازم تكون طفل ومراهق، حبت تعطينا 3 أشياء. الشيء الأول هو عن طريق الاتصال، والاتصال التفاعلي أتراكتيف، والاتصال اللي فيه تفاعل فيه أخذ ورد، مش الاتصال من بناء التعليمة ستاتيج تو دون لوردر. 2 عملية الإصغاء وليس الاستماع، الإصغاء سي ليكوت ستاتيج إيكوتي، أنك تركز بالعين والورونتاسيون تاع لا يعامل الاحترام. والثلاثة الحرية، هذه 3 أشياء اللي تخلي عمل التواصل تكون ديناميكية بيداغوجية. أطفال في عمر الظهور يختطفون، وأولياء يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بالقصاص، ومن جهته المشرع الجزائري يرفع من العقوبة على مرتكب جريمة الاختطاف. أولا فيما يتعلق بظاهرة الاختطاف وظاهرة اختطاف القصر بصفة خاصة، أولا المشرع الجزائري فيما يتعلق بالاختطاف أورد في المادة 291 293 293 مكرر العقاب على هذه الجريمة، ووصل بها إلى حد المؤبد. المشرع الجزائري شدد على هذه العقوبة لكونها ثنائية. والله جمعيتنا ترفض بشدة وبقوة الموضوع هذا اللي هو الخطير العميق اللي دخل المجتمع تاعنا، اللي هو المساس بحياة الأطفال تاعنا، وخاصة الموضوع هذا رانا نعرفوه كنا بأنه موضوع دخيل على المجتمع الإسلامي. يعني أي واحد فينا مش راح يرفض أن نلحق أننا نمس ونهدد حياة الأطفال.
إن هذه الظاهرة هذه ما نجمش ما راح نتغاضى عليها ولا راح ننكرها، هي موجودة ولو بنسبة قليلة. حنا في نظرنا كي تكون غير تمس طفل واحد راهي مست الأمة، لازم ما نتغاضاش عليها ولازم نكافحها بكل قوة ولازم كنا نتحد. الجانب التوعوي المجتمع تاعنا واعي وعلى باله بالخطورة هذه، والأمهات والآباء كلهم على بالهم بهذه، بصح المشكلة هنا ما يبقاش العلاج تاعو في الاولياء ما راح يقعدوا وراء الاولاد تاعهم في كل خطوه يتبعوا، راح يحرموا من اللعب ولا من الخروج، ما راح نبقى نهدد امن الطفل والاستقرار الداخلي للطفل. لكن واش نقول، ولو ان واجبنا ان نتحد مع الامن لمكافحه هذه الظاهره والفك من هذه الشبكه، الامن تزيد من القوه تاعها وتزيد من العمل تاعها هذا باش تفكنا هذه الشبكه اللي راهي تهدد اليوم حياه الاطفال، الغدوه ما ندريش من حياتنا راح نزيدو نمسو. في الاصوات دكتور كبيره مختصه في علم النفس، الطفل تتكلم لك يقول لك بور كومبروند ان انفون، بور كومبروند ادوليسون الفو تخ انفون ادوليسون.